نرجو أن تقرأ أخواننا في رفحة السلام منا، وتخبرهم بأننا نسأل الله لهم الثبات على ما بشرتنا به من الاستقامة والدعوة، ووصيهم أولا بتقوى الله عز وجل وبإخلاص النية وبالتأني والصبر، وأن لا يملوا من القيام بالعمل الصالح، وأن لا يسأموا الدعوة إلى الله ولو نالهم ما ينالهم من الأذى، ولكن ليكن هذا بالرفق وانشراح الصدر وانبساط الوجه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف، وهذا شيء أخبر به المعصوم عليه الصلاة والسلام وصدقه الواقع. كثير من الشباب الذين من الله عليهم بالهداية والاستقامة يريدون من الناس أن يستقيموا بين عشية وضحاها، فتجد صدورهم تضيق إذا رأوا من الناس عدم سرعة القبول، وربما يغضبون على من دعوهم، وربما يشتمونهم أو يصفونهم بالضلال أو ما أشبه ذلك، وكل هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقي في مكة 13 سنة ينزل عليه الوحي، ولم يجد الاستجابة التامة، بل اضطر إلى أن يخرج من مكة مهاجرا إلى المدينة. فعليهم بتقوى الله عز وجل والتأني في الأمور والصبر وانتظار الفرج والاحتساب الأجر من الله عز وجل، وأن يكثروا من الاستغفار والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة حتى تتم لهم الأمور، وليسأل الله دائما الثبات بين القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، إن شاء أزاغ القلب وإن شاء ثبته. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وبالآخرة. وليحرصوا على تلقي العلم من أهل العلم، وأن لا يقرأوا كل كتاب وقع في أيديهم، لأننا نشاهد في الوقت الحاضر كثرة المؤلفات من قوم لم يعرفوا بالعلم، وهذا خطر عظيم، والإنسان لا ينبغي له أن يكون إمعة يتبع كل ناعق، بل لا يعتمدون إلا على كتب عرف أهلها بالعلم والنص والصلاح.